السلام عليكم ورحمة الله شباب، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معكم عزوز بشرح جديد. طبعا آسف على السحبة قبل كل شيء، والله أنا مشغول كذا وأتعلم حركات جديدة. طبعا أول شيء، بس ما أحب أطول عليكم بالكلام، أول شيء بقول لكم نسب حركة النصوص اللي هي المتحركة كذا أو السريعة مع حركة الصورة. طبعا أنا حاولت أنزل لكم شروحات، بس يعني الشرحات كآخر شرح اللي سويت لكم استطلاع رأي على في التليجرام، والله شرح بسيط وكذا وسهل مرة، وطلع 32 دقيقة. يعني تخيل 32 دقيقة على مود الشرح، فكنسلته أنا ذو هو الحين جاهز بالأستوديو، فكنسلته. عدت 32 دقيقة مستحيل أحد بيشاهده. طيب قبل كل شيء، اللي مجيب لكم شرح كذا وخفيف، ممكن بيطول، بس يلا أهم شيء نحاول نحن ما نطول بالكلام. شرح حطه يكون مع الشرح وبعدين أبدأ لكم بالطريقة. اوكي شباب، مثل ما شفتوا الشرح هذا هو راح نشرحه. طبعا الشرح سهل مره، ما يحتاج اي تعب واي شيء، ما عليك الا تركز معي حبه حبه. اوكي، اول شيء اني ابغى برنامج بيكسار. اوكي شباب، طول العمر راح يجيك هذه الخيارات، نروح على خيار زائد، تنزل يا خيار تحت اختيار قماش. اختيار القماش تختار اللي هو الحجم، هذا حجم شاشه، تعطى على السهم اللي فوق على تحرير صوره. طيب يا طول العمر، بعد انت تضيف اضافه صوره، نضيف صوره لهذا المكان، نضيف الصوره اللي نبغى نصمم عليها، هذه الصورة نعطي إضافة. إضافة تكبروها كذا بهذه الطريقة، تحطوها فوق في هذا المكان. أوكي، تعطي التطبيق. بعد ما تعطي التطبيق نروح على إضافة تأثيرات، نروح على المؤثرات، نسحب كذا شوي لين يجينا التأثير هذا. لا مو هذا، اللي بعده، اللي بعده راح يجي، نضغط على كذا لين يطلع لنا هذه الخيارات. نروح على آخر خيار، نحط التأثير بهذه الطريقة. أوكي، عدوا التأثير اللي يعجبكم كذا. اوكي، نعطيه بعدين نصور الصورة، نصور الشاشة كذا. اوكي، بعدين نسوي الغاء، نسوي على السهم هذا لا تحفظ. اوكي، نروح نضيف الصورة هذه اللي هي صورناها. اوكي، هذه الصورة اضافة العف. نروح على الخيار، نسحب كذا لليمين، نروح على ادوات، قص، قص الصورة. اوكي، نعطي التطبيق. بعد ما اعطي التطبيق نحفظ الصورة، حفظ تم. طيب شباب، نروح على كيت كات، راح يطلع لكم هذه الواجهة، نعطي زائد موافق، نختار اللي هو طبيعي، حجم طبيعي، تم على طول، نعطي ما نسوي اي شيء. طيب نضيف اول صورة، هذه الصورة، تضغطوا عليها مرتين، كبروها لهذا المكان، الى هذا المكان. اوكي، كبروها شوي كذا. اوكي، الحين وش نسوي؟ نسوي انتقال حر، نسحب الانتقال للنهاية كذا. اوكي، نروح على المثلث الثاني اللي هو هذا، تكبروا الصورة، تروحوا على التوابع، نختار التوابع، تختاروا اللي هو التعميم اول خيار. اوكي، بعدها تصغروا الانتقال شوي، صغروا الانتقال بهذه الطريقة. اوكي، نصغر كمان. طيب يا طويل العمر، نضيف الموسيقى، الموسيقى كامل راح تجوا الاغنية بقناة تليجرام، راح انزلها لكم في تليجرام كامل الاغنية الصوتية فقط. نروح على، نضغط على هذا الخيار فيديوهات، نروح نضيف مشروع جديد، زائد موافق طبيعي، نضيف الصورة اللي سويناها ببيكس ارت. اوكي اوكي، هذه الصورة، نكبر الصورة إلى مو 15، إلى هذا المكان، إلى هذا المكان. أوكي، على مدى الموسيقى، كبر الصورة على الحجم كامل. الحين إيش تسوي؟ تسوي انتقال حر، نسوي انتقال حر، تروحوا على المثلث الأول اللي هو هذا، هذا المثلث، لازم الخط هذا يكون فوق المثلث الأول، تكبروا الصورة زوم لفوق كذا، ترفعوها كذا شوي لفوق،
اوكي تروح على التوابع، نضيف اللي هو مرونة، الخيار الوسط، اوكي نصغره كمان شوية الانتقال، اوكي شباب الحين ايش تسوون؟ تحفظوا هذا الخيار، تحفظوا حفظ جودة عالية. اوكي شباب نروح على، نضغط على هذا خيار فيديوهات، نروح على الفيديو الاول هذا اللي هو أنا. اوكي نروح على هذا الخيار، نضغط عليه، نضغط بعدين على هذا علشان يودينا للنهاية، نعطي صح، نعطي زائد فيديو، نضيف الفيديو هذا. اوكي راح يكون على حجم الموسيقى او اصغر شوي عادي ما يخالف نقصد. اوكي شباب الحين صرنا واضحين وشرح بسيط وسهل مرة، يعني ما يحتاج انكم تقولون شي ولا شي، نحذف الاطار هذا بس عشان يروح. طيب الحين وش تسوون؟ تروحوا على هذا الخيار اللي ضفنا، نسوي انتقال حر. اوكي صغر الانتقال شوي كذا، نروح على المثلث الاول ما اختلفنا اللي هو هذا، نكبر الصورة شوي كمان. اوكي نعطيها التوابع، التعميم، لا التعميم الخيار الوسط. اوكي شوف كيف صار انت. اوكي الحين صرنا واضحين وكويسين، راح اصمت انا صوت الموسيقى عشان الحقوق. اوكي الحين وش تسوي؟ تسوي شباب، شوفوا تسوون، تروح على خيار زائد خيارات اكثر. اوكي نروح على هذا الخيار القلم، نضغط على ضغط مطولة لين يطلع لنا هذا الخيار، تختار الخيار هذا، الخيار هذا راح يكون بهذه الطريقة. شوفون انتو تقدروا تحددوا، انتو في نقاط هنا بالجنب ونقطة هنا، اضغطوا على النقطة الواسطة راح يترغم اختار لون بدون لون، اختاروا بدون لون هذه اختاروا الطرفة، اضغطوا عليها اللي في الطرف اليمين اختاروا اللون اسود. اوكي اختار لون اسود، بعدين تضغطوا على هذا الخيار المربع ترسموه في الشاشة. اوكي نعطي تم، نكبر لين النهاية، نروح على الخيار هذه الصورة نعطي صح، نقسم هذا الزائد اللي هو الظل الاسود او الحفاظ السوداء. اوكي نعطي دخول وخروج متلاشي، العفو لا غلطت انا، المفروض ما تكبرها الشيطان. اوكي هذا المكان نعطي قص، نحذف هذا الزائد، تبرو كذا. اوكي بعدين تقصوه بهذه الطريقة بهذا المكان. قص، نحذف هذا الزائد، بعدين تكرروا التأثير هذا، تضغطوا عليه بس ضغطة كذا، ضغطتين كذا، تكررونه لين على الفيديو كامل. اوكي راح اكرره لكم وارجع. اوكي شباب، اوكي بعد ما كررنا الفيديوهات تروحوا على الصورة هذه، تسوي انتقال حر بهذا المكان، انتقال حر، تسحبوا الانتقال على الموسيقى كذا، تدق كذا سريع سريع وانتو تصغروا الانتقال على كان سرعة الاغنية، تروحوا على المثلث الاول، اوكي تروحوا على المثلث الاول، كبروا الصورة شوي كذا. اوكي تو التعميم الخيار الوسط، تروحوا على التأثيرات تشبع، كبروا شوي كذا تشبع، نروح على تعرض حط 25. اوكي تنسخوا الانتقال على الفيديو الصورة كامل كذا نص لين يوصل عند الانتقال حق الصورة. اوكي راح اذف الاغنية هذه عشان ما تتعبنيش بعدين في المونتاج. اوكي نشوف كيف صار. اوكي اول ما تظهر هذه الصورة تظهر
وش نسوي؟ نسوي صورة، إضافة صورة، نروح نضيف هذه، راح تحصلوها في التليجرام. هذه الصورة راح تحطوها في التليجرام، تكبر الصورة على الصورة كذا. نروح على الإضاءة، نحطها 98، نروح على الألوان، نروح على التبين 100، تعرض نحطه 80 ولا 70، كم كذا كويس 78. اوكي طويل العمر، الحين ايش تسوون؟ تسوون دخول وخروج متلاشي. نروح على الانتقال الاول، نحط التوابع خطين، الثاني نحط التعميم الخيار الوسط. اوكي، تروحوا الى هذا المكان، تسوون قص، تسوون قص هذا المكان، تسوون قص على هذا. إذا كمان تبغون تكون أصغر كذا عادي قص. أوكي، الحين تكرر التأثير على الصورة كامل كذا، تكرر تكرر، ما أدري كذا ضغط، وبعدين تضغط على هذه لين تصير على الفيديو كامل. أوكي، راح أكرر الفيديو كامل وبعدين أرجع لكم. أوكي شباب، مثل ما تشوفون كررنا على الفيديو كامل، كيف صار الحين؟ نشوف كيف صار. طيب شباب، تروحون على الصورة، ما راح اشرح لكم الصورة كامل كيف تسوون، بس اللي راح اشرح لكم الطريقة مثلا على حسب دقة الموسيقى او النغمة حق الموسيقى. اوكي، ضيفوا انتقال حر مثلا بهنا، تفعل او كذا تفجير او كذا زائد، تضيفوا انتقال حر، تروحوا على المثلث الاول، كبروا الصورة شوي كذا، عرفتون؟ تسووا على التوابع، التعميم الخيار الوسط، صغروا انتقال كذا شوي، تسوي على السطوح، على التعرض شوي كذا، نحطه 18 أو 19 بس عشان يتجمع لي، راح يصير كذا. اوكي، مثلا بهذا المكان، مكان الموسيقى الثانية، تسوي نفس الطريقة، دف او دقة كذا، تسوي تكرر للانتقال فقط، وتسحبوا للمكان اللي تبغون انت يكون مكان الموسيقى كذا، والمسألة كلها نسخ 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 كذا، تحطوه، عرفتوا؟ على الموسيقى كامل راح يصير النتيجة كذا، شوفون. كده يعني المشكلة كلها نسخ ولصق. اوكي، ان شاء الله نكون فاهمين الحين وما في اي صعوبة، واذا في اي صعوبة قولي لي في التعليق. اوكي، تحفظوا الفيديو الحين. طيب يا طويل العمر، الحين حفظنا الفيديو، تبغوا تحفظوا الفيديو، تنزلوا الفيديو في انستغرام، وتبغوا تضيفوا الابيض هاتك، تضغطوا على فيديوهات، بعدها على خيار زائد موافق، تختاروا اللي هو هذا الخيار مربع بس، وتعطوا تم، بعدين تروحوا على زائد، تضيفوا الفيديو اللي حفظنا، هذا هو الفيديو. طيب يا طويل العمر، راح تقولون كيف الخلفية تصير بيضاء؟ انتوا تبغوا تصير هذا الاسود تصير ابيض، صح؟ روحوا على هذا الخيار الاعدادات، راح يجيكم بهنا الوان الخلفية، ضغطوا عليه، اختاروا اللون الابيض، تتم، راح يكون بهذه الطريقة. طيب نضيف العبارة، بس نجيب العبارة، ثواني بس اجيب العبارة. اوكي شباب، تروحوا على زائد، تضيفوا العبارة، نص، ضيفوا العبارة. طبعا العبارة هذه من كيسي، من راسي، لا حيجي وتفلسف، عجبتك خذها، ما عجبتك لا تفلسف. اوكي، نختار اللون اللي هو لا المرفوض، هذا اللون الاحمر العنابي كذا، مو تكبروا النص على هذا الخيار، تكبروا النص الى 38. اوكي، نحط بادي او 38، اختاروا الخط، روحوا على فون، تختاروا الخط اللي تبون. عارف في كثير يتفلسفون يا اخي، يحبون الفلسفه مره. اوكي، مثل ما اتفقنا نحطه 37 أو 38، يلا ما في مانع. اوكي، تحطوه بالمكان الفيت، تكبروا على حجم الفيديو بالكامل، تروحون على خيارات اكثر، تضيفون، تضغطون على هذا الخيار ضغط مطولة، بعدها على الفرشاة هذه او القلم،
اختارنا اللون من هنا اسود، بعدها بعدها تضغط على المربع هذا وترسمون خلفية للكتابة او ما شابه كذا اللي تبون. تعطوا الشفافية كذا، تنقص الشفافية وتنزل المربع على الكلام. تروحوا تضيفوا انتقال حر او دخول متلاشي، تروحوا على المثلث الاول تسحبوا كذا لليسار، تضغطوا على هسة اوكي، التوابع اللي هو رجوع اخير الوسط والكلمة نفس الكلمة، دخول متلاشي المثلث الاول، نروح على التوابع رجوع اخير الوسط اكس الكلمة اوكي 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 اوكي. الحين ما عليكم الا تنسخون العبارة او شيء، تروحوا على جوجل تترجموها في الانجليزي وتضيفوها بهذا المكان. وكان هذا شرحنا اليوم، واتمنى عجبكم الشرح، واتمنى كان خفيف عليكم وما في اي صعوبات، واتمنى اذا عجبك الشرح انك تدعمني بلايك وتشارك الفيديو كل الاصدقاء، وتتابعنا حسابي انستجرام في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله. كان معكم اخوكم عزوز.